يتساءل الكثيرون عن السكري، وما هو؟ السكري هو الطاقة التي تحافظ على نشاط الجسم وقوته وحيويته. جزء من هذه الطاقة التي يحتاجها الجسم هو الجلوسيد والكربوهيدرات، ونجدهم تقريبا في جميع الأطعمة كالخبز والحبوب والشوكولا والفواكه. تصل هذه الطاقة إلى الجسم عن طريق تناول الطعام، وعند وصول الطعام إلى المعدة فالأمعاء، فينتقل الجلوسيد إلى الدم على هيئة جلوكوز ويخزن في العضلات. وكي ينتقل الجلوسيد من الدم إلى خلايا العضلات، لابد له من وسيط يغير فيه هيئته، فيحتاج الجلوكوز إلى الأنسولين حتى تتم العملية بشكلها الصحيح. ينتج الأنسولين بشكل طبيعي في البنكرياس، وإذا كان البنكرياس لا ينتج الأنسولين بشكل طبيعي، ينعدم وجود هذا الوسيط، وبالتالي ينعدم وجود الأنسولين ولا يخزن الجلوكوز في الخلايا العضلية، وهو النوع الأول من مرض السكري. مريض النوع الثاني: يفرز البنكرياس الأنسولين بصورة طبيعية، لكنه لا يعمل بشكل طبيعي وصحيح، وبهذا تصبح الخلايا غير قادرة على تخزين الجلوكوز، وفي كلا الحالتين تكون المشكلة هي عدم امتصاص أو تخزين الجلوكوز في الخلايا، ويبقى في الدم ويتجمع. وهذا ما يجعل مرضى السكري يملكون نسبا عالية من السكر في الدم. يطرح الجسم الجلوكوز في البول، ونتيجة لذلك يتبول مريض السكري بكثرة، ويشرب الماء بكثرة أيضا. بعد فترة طويلة من فقدان الطاقة في الجسم، وبعد عدد من ساعات الانقطاع عن الطعام، فإن الطاقة المختزنة في جسم الإنسان تنفد، ويبدأ الجسم باستهلاك الطاقة المختزنة في الخلايا والعضلات لتحافظ على مستويات طبيعية للجلوكوز. يكون مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بنقص السكر في الدم، وقد يكون هذا الانخفاض إضافة إلى الجفاف خطيرا على مصابي مرضى السكر. وعلى النقيض تماما، فقد تكون المشكلة هي ارتفاع مستوى السكر في الدم، وذلك نتيجة لتناول كميات كبيرة من الأطعمة قبل الصيام في وجبة السحور أو بعده أثناء وجبة الإفطار. ولهذا فإن على مريض السكر تناول وجبة في الإفطار، ولا يجب عليها أن تكون وليمة. يضبط الصيام مستويات الجلوكوز في الدم طوال شهر الصيام، حيث يساعد في تكسير الجلوكوز وإنتاج الطاقة في الجسم، وهذا يخفض إنتاج الأنسولين فيرتاح البنكرياس، ويزيد إنتاج الجلوكوجين لتسهيل عملية تكسير الجلوكوز، ويخلص الجسم من الدهون الزائدة، ويقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم، ويخفض مستوى حامض البوليك. قد يشكل الصيام خطرا على صحة مريض السكر، ولهذا يجب على مريض السكري استشارة الطبيب المختص من أجل التوصل إلى القرار الأنسب فيما يخص الصيام، وهذه رخصة من الله تعالى لعباده. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العظيم. أما من أصر على الصيام رغم نصح الأطباء له بعدم الصيام فقد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم، كما تقول لا تفسد حالك برأيك، فقد أطلق الله سبحانه وتعالى المرض، فالمريض أيا كان مرضه له حق الترخص بالفطر، فإن لم يجد المريض مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجد مشقة به فالفطر أفضل، على أن يقضي أيام الفطر في أيام أخرى. يعد الإشراف من قبل الطبيب على المرضى بداء السكري من النوع الأول أهم توصية لهم، وأن تتم مراقبة السكر في الدم لديهم لتخفيف المخاطر الصحية، ويستحسن أن يمتنع عن الصيام في حالات المريض الذي يتناول 3 أو 4 جرعات من العلاج بالأنسولين. وللمصابين بداء السكر غير المستقر الذي يعاني ارتفاعا وهبوطا في نسبة الجلوكوز في الدم، ويمكن لمريض النوع الثاني الصيام بعد استعداده بشكل جيد، وطبعاً بعد استشارة الطبيب، فيجب عليه قياس معدل السكر في الدم أكثر من مرة في اليوم، وتعتبر الرياضة ضرورية بعد ساعات من تناول وجبة الإفطار، في إشارة إلى صلاة التراويح التي تعتبر نشاطاً جسدياً يقوم به الصائم. تناول السحور في وقت قريب من الإمساك في وجبة مكونة من القمح والبقول. أما في الإفطار فيفضل تناول الأطعمة التي تطلق السكر في الدم بشكل سريع كالفواكه والنشويات، كما يفضل الإكثار من شرب الماء للحد من مشاكل الجفاف في الجسم عند مريض السكر.